ما جالي مكالمة انه احنا عايزينك معانا في حرب اهلية مع نجمة يسرا. انا كنت يعني مبسوطة قوي، وقعدت اصرخ في التليفون لحد انا معرفوش، وكنت متحمسة جدا. رحت مضيت على طول، خدت الورق قعدت اقراه، عجبني قوي الدور، وقعدت اشتغلت بقى على طول. اول ما خدت الورق قعدت اشوف الشخصية وتفاصيلها والحاجات دي. لما رحت كنت متوترة طبعا ان انا همثل معاها لاول مرة وكده، بس بالظبط دقيقة كده خلاص التوتر بدأ يروح، لان هي لذيذة قوي وروحها جميلة والناس كلها بيحبوها في اللوكيشن. فانا كمان ابتديت ان انا ابقى زيهم كده واخد عليها، وخلاص الموضوع بقى بالنسبة لنا فيه كيمياء كده، وانا عشان بحبها بجد فكان طالع قوي في المشاهد، وانا بحضنها وانا ببوسها وانا بطبطب عليها. يعني دي كانت كلها حاجات حقيقية. طبعا ده ساعد في انه ما يدخلوش في بعض، لانه لو كنت انا هبتدي لسه لعبة نيوتن كان ممكن، وهجمة مرتدة ما كانش يعني هينفع اخد معاهم حرب اهلية. فيعني ده ربنا يعني الحمد لله انه الاثنين كانوا في سنة، واللي هو الجروب بقى الكبير قوي يكون لوحده. بس طبعا في الاخر المواعيد بقى بقت مع بعض، لان كله عايز يخلص بقى فدخل في بعض. بس الحمد لله قدرت ان انا اوفق وان انا اروح ده وده وده، حتى لو انا كنت تعبانة ومرهقة. فبس انا يعني اتكيت على نفسي كده وقلت معلش، عشان يعني دي فرصة كبيرة ربنا بعتها لي فانا لازم اشتغل عليها. بالنسبة للشكل فانا فضلت محافظة على شكلي على مدار سنة ونص، علشان الراكور. يعني شعري ما ينفعش اقصه، ما ينفعش اتخد او اخس. ما كانش ينفع اني حتى اسمر شوية او اخد لون، فكنت محافظة على ده. فعشان كده في حرب اهلية بقى حاولت ان انا اغير من شكلي شوية عشان ما افضلش بنفس الشكل في لعبة.